الآن التاسعة عشرة من الحدث. هي التاسعة عشرة، تبدأ بالعناوين. رصاصة ترامب التي لم تقتله، هل تعيده إلى البيت الأبيض؟ حماس تؤكد سلامة قائد جناحها العسكري، وإسرائيل تتحدث عن شيء تخفيه الحركة. بالتعاون مع الميليشيات وأشراف الحرس الثوري، الكشف عن غرفة عمليات حوثية في العراق. الحكومة المصرية تنفي بيع القناة، من وراء شائعة كل موسم؟ مرحبا بكم. يقولون أن الطلقة التي لا تقتلك تقويك، وفي حال الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، يبدو أن الرصاصة التي أخطأت قد تقوده مجددا إلى البيت الأبيض. البداية كانت خلال كلمة للمرشح الجمهوري في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، رصاصة أصابته في أذنه اخترقتها دون أن تتسبب له بإصابات بالغة، لكنها فتحت الباب واسعا أمام فرص كبيرة لتغيير ملامح السباق الرئاسي، ربما لصالح ترامب الذي ظهر ووجهه ملطخ بالدم يلوح بقبضته في الهواء وهو يردد كلمة كفاح. وبعد نجاته من محاولة الاغتيال، أكد ترامب أنه لن يخاف، ودعا الأمريكيين إلى الوحدة وأن لا يسمحوا للشر بالانتصار وفق قوله. ترامب قال أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ غدا في ولاية ويسكونسن، والذي من المقرر أن يحصل فيه على ترشيح رسمي من الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، وسط استطلاعات للرأي تؤكد تفوقه على بايدن بسبب أداء الأخير في المناظرة التي جرت قبل أيام بينهما. كنت على خط السياج ورأيت رجلا يتحرك فوق المبنى، وأخبرت الضابط بذلك. وعندما عدت إلى حيث كنت أقف، رأيت الشخص نفسه، فأخبرت الضابط مرة أخرى أنه إذا عاد إلى هذا المكان بالذات فيمكنه رؤية الشخص المسلح فوق السطح. وعدت إلى حيث كنت عندما بدأ إطلاق النار، ثم عمت الفوضى وهربنا جميعا. عندما كنت جالسا هناك سمعت رجلا يقول: يا إلهي، إنه يحمل مسدسا. نظرت للأعلى وكان هناك رجل فوق المبنى يحمل بندقية ويشير بها إلى ترامب. بدأ بإطلاق النار حوالي 4 إلى 5 طلقات، لذا ألقيت بالرجل الذي معي على الأرض ونظرت للأعلى، ثم رأيت رأس المسلح قد انشق بسبب رصاصة من الخدمة السرية. من واشنطن مديرة مكتب الحدث هناك نادية البلبيسي تنضم إلينا. مرحبا بك يا نادية، أستطلع منك حال الرئيس الذي يتحدث الآن، والأخبار العاجلة ترد بأنه لن يدع قناصا وقاتلا يغير جدول أعماله. الرئيس السابق ترامب طبعا. بالفعل حسين، ما نعرفه أن الرئيس ترامب سيغادر، أكيد بأن الرئيس ترامب سيغادر بعد قليل منتجعه الصيفي في بادمنستون في ولاية نيوجيرسي، وسيتجه إلى ميلواكي في ولاية ويسكونسن، حيث سيعقد الحزب الجمهوري المؤتمر الوطني. هذا المؤتمر طبعا يتوقع الجميع، لأنه قبل هذه الحادثة كنا نتطلع إلى الإعلان من قبل الرئيس ترامب لنائبه. هناك خيارات له من سيختار ليكون نائبه في هذه الانتخابات، لكن الساعات 24 السابقة غيرت مجرى كل الأمور وكل الأحداث،
ونحن نتحدث الآن على أن استطلاعات الرأي وكل التعليقات تظهر بأن الرئيس ترامب قد يكون الفائز في هذه الانتخابات حتى قبل أن تجرى، لأن هناك موجة تعاطف كبير معه، ولأنه تصرف بعفوية في الواقع بعدما كان هناك محاولة لاغتياله، رغم تأكيد الرئيس بايدن قبل قليل على فكرة الذي سيوجه كلمة للأمريكيين للأمة من المكتب البيضاوي الليلة. وطبعا كان يقول الرئيس بايدن بأنه سيعزز الإجراءات الأمنية، سواء كانت من الشرطة السرية التي الكثير الآن يوجه لها الانتقادات، أو حتى في داخل المؤتمر في ملواكي. بس لو سمحت قبل السؤال الثاني، أنا أسمع الصوت مرة أخرى في يرجع لي، إذا بس تشير هذا إلى هذه المعلومة للساوند إنجينير. طيب، سينفذ ذلك بشكل مباشر نادية. سنذهب قبل السؤال الثاني. الآن الأمور باتت جيدة نادية معك؟ الآن يرجع إليك الصوت؟ لا، لم أتحدث بعد. طيب أعتقد بأنه طيب. تسمحي لي أسأل؟ نفس المشكلة. نفس المشكلة. ريثما يتم إصلاح هذه المشكلة سأسأل أنا وبعدها يمكن ترتيب الأمر. بالنسبة للكلمة المرتقبة اليوم كذلك يا نادية، يعني الإعلان هذا ما المتوقع بحسب المؤشرات، بحسب الصحافة، بحسب الإعلام، بحسب المستشارين الذين كذلك تتصلين بهم، ما المتوقع من كلمة الرئيس بايدن اليوم؟ الرئيس بايدن سيتحدث عن الوحدة، يعني برغم من هذا الحادث الذي شكل صدمة للأمريكيين، كان آخر اغتيال سياسي في الولايات المتحدة في عهد الرئيس ريغان الذي نجا من هذه المحاولة، طبعا هنا في العاصمة الأمريكية على أبواب كنتيكت أفينيو في فندق الهيلتون. طبعا الآن نتحدث عن أو كنا نتحدث عن مرحلة استقطاب كبيرة بالنسبة للهجوم والهجوم المعاكس من الحزبين، وخصوصا هذه اللغة التي أصبحت متطرفة. يعني البعض يرى بأن الرئيس بايدن يعتبر الرئيس ترامب بأنه خطر وجودي على الديمقراطية، وهذه كلمات الرئيس في الواقع. هذه حالة الاستقطاب هذه كانت قبل الحادث الأمس، الآن ربما نرى خطاب مختلف تماما. الجميع يدعو إلى الوحدة، الجميع يدعو إلى تخفيض هذه النبرة التي أصبحت في الواقع شخصية البعض يراها، والبعض يرى بأنها تحرض على العنف. يعني الصورة انعكست الآن، كانوا الديمقراطيون يتهمون الرئيس ترامب بأنه هو الذي يحرض على العنف، وهذا ما حدث في أحداث الكابيتال، والآن العكس هو الصحيح. لذا أعتقد بأن الرئيس بايدن الآن في وضع لا يحسد عليه، لأنه قبل الحادثة كان هناك تحدي له من نواب ومشرعين وأركان الحزب يريدونه أن ينسحب من هذا السباق، لأنهم يعتقدون بأنه لن يفوز فيه. الآن نتحدث عن محاولة اغتيال سياسي، وطبعا الإف بي آي وصف هذه الحادثة بأنها محاولة اغتيال بالفعل، رغم أن الرئيس طلب من الإعلام، من الجميع، من المؤيدين، من الشعب الأمريكي ألا يربط، لأنه حتى الآن الشيء الغير واضح هو الدافع، فعليه ألا يربط بين الحادث وبين الخطاب للحزب الديمقراطي. وطبعا كربما بادرة حسن نية، بدأ الحزب وحملة الرئيس طبعا بايدن بسحب كل الدعايات التلفزيونية. هذه الدعايات هي جزء مهما من الحملة الانتخابية، ويدفع عليها ملايين الدولارات. شكرا جزيلا لك من واشنطن، مديرة مكتب الحدث هناك الزميلة نادية البلبيسي. إذن نتابع في الشأن الأمريكي. مشاهدين، سارعت شخصيات كبيرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة إلى إدانة إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن دان الواقعة ودعا إلى نبذ العنف السياسي قبل أن يخرج قبل قليل معلنا أنه تحدث مع ترامب ويعلم أنه يتعافى بشكل جيد. نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وصفت الهجوم بالعمل البغيض داعية الجميع لإدانته. وأدان أيضا وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن حادث إطلاق النار الذي تعرض له ترامب مؤكدا ألا مكان على الإطلاق للعنف في ديمقراطية الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه ليست الطريقة التي تحل بها الاختلافات في أمريكا ولا ينبغي أن تكون كذلك. كما عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حزنه وصدمته لإطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس السابق ترامب. وفي نفس السياق شدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وفي نفس السياق كتب الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما على منصة إكس قائلا لا مكان للعنف السياسي في ديمقراطيتنا. كما أصدر الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بيانا دانا فيه العنف، مشددين على لا عنف في أمريكا أو العملية السياسية. ولم تختلف ردود قادة فعل الحزب الجمهوري عن نظرائهم الديمقراطيين في إدانة الحادثة والمطالبة بنبذ العنف السياسي، حيث قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه اطلع على واقعة إطلاق النار، اطلع عليها من قبل سلطات إنفاذ القانون ويتابع التطورات. أما النائب الجمهوري مايك كولينز فقد طالب في منشور عبر إكس المدعي العام في بنسلفانيا بتوجيه اتهامات ضد بايدن بتهمة التحريض على الاغتيال. وفي سياق متصل قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عبر منصة إكس إننا نصلي من أجل الرئيس دونالد ترامب ولا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي. لكن محاولة اغتيال ترامب تؤشر في نظر البعض إلى أن المجتمع الأمريكي بات يسوده استقطاب شديد، بل وربما تؤجج هذه المحاولة محاولة الاغتيال هذا العنف السياسي الذي يرى البعض أنه مرتبط بوصول ترامب إلى السلطة بغض النظر عن مسؤوليته فيها من عدمها. وفي هذا الاتجاه صبت تصريحات جيل ستاين مرشحة حزب الخضر للرئاسة الأمريكية مشيرة بشكل ضمني إلى أن ما حدث كان نتيجة العنف الذي مارسه ترامب ضد الآخرين. يدعم ما ذهبت إليه ستاين حديث وسائل الإعلام أدى عن ترامب بأنه أشاع جوا سياسيا لا يحتمل بإذكائه كراهية عنيفة ضد المهاجرين بخاصة المكسيكيين من خلال تصريحاته ضد هذه الفئة. خطاب ترامب الذي يسكنه العنف كان فتيلا لأحداث مبنى الكابيتول، وباتت هذه الحادثة وصمة لا تمحى على ولايته الانتخابية لكون الولايات المتحدة عرين الديمقراطية في العالم، وما زالت ذاكرة الأمريكيين مزروعة بالعنف. فإلى وقت غير بعيد هجم رجل مسلح على زوج الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي كانت علاقتها يومئذ متوترة مع ترامب. إذن من فيرجينيا ينضم إلينا الدكتور ديفيد رمضان النائب الجمهوري السابق عن ولاية فيرجينيا وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون، وينضم إلينا سامح الهادي عضو الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ومحلل الشؤون الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ سامح لأسأل ما جرى مع الرئيس ترامب، إلى أي حد من الممكن أن يغير معادلة الانتخابات الرئاسية بحيث يصل الرجل إلى مبتغاه ويؤثر ذلك على مرشحه ونظيره الرئيس الحالي؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين والضيف المشارك معنا. أهلاً وسهلاً. وجهة نظري أن هناك استثماراً سياسياً سينتفع به الحزب الجمهوري وكذلك الرئيس ترامب عندما تهدأ غبار هذه الحادثة المؤسفة والتي بكل شكل من الأشكال ندينها ولا نقبلها بأي حال من الأحوال. ولكن علينا أن نتذكر أن بوادر العنف والاستقطاب السياسي كانت حاضرة منذ الرئاسة الأولى للرئيس السابق ترامب بخطابه المتشدد تجاه الأقل
العمليات وتجاه الأعراق المختلفة والمرأة وغيرها من الفئات المجتمعية التي تستحق الحماية. ولكننا في موسم انتخابي، والخطاب السياسي والاستقطاب للأسف الشديد سائد بشكل يدعو إلى الكثير من الترقب وكثير من الحذر. الحالة الانتخابية في الموسم الانتخابي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية شديدة الالتهاب، والخطاب المتبادل من الحزبين بما فيهم الحزب الديمقراطي والذي أنتمي إليه ليس بعيدا عن المسؤولية بشكل أو بآخر. ولكن علينا أن نتذكر أن الخروج من هذه الأزمة سيتطلب من الطرفان تحييد الجانب السياسي الحاد والوقوف على أفكار المواطنة الأمريكية بشكل يخدم المصالح الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية وللأمريكيين، بعيدا عن الخطاب السياسي الضيق وبعيدا عن المصلحة السياسية المباشرة. وربما يكون هناك إفراز إيجابي يوقف هذا النزيف الحاد من الأفكار السلبية من الطرفين. وأما على المستوى الحزب الديمقراطي فقد أحسن كثيرا الرئيس بمسارعته بالخطاب الإنساني وبالاتصال مباشرة بالرئيس ترامب، طيب، والإشارة إليه في حديث لاحق باسمه مباشرة في دلالة على الحميمية الإنسانية، كما أحسنت حملة الرئيس حملة الرئيس بايدن إيقافها مجموعة من الحملات الإعلانية التلفزيونية المدفوعة، طيب، في كثير من المحطات السياسية الانتخابية الساخنة. منذ هذه الحادثة يا دكتور ديفيد، وبدأت الأصوات تقول بأن الحزب الجمهوري بدأ يستغل ويستثمر ما جرى مع الرئيس ترامب لصالحه، إلى أي حد بالفعل الرجل يعول على هكذا أمر كاد أن يودي بحياته من أجل الوصول إلى البيت الأبيض، أو أنه بالفعل كان الأقرب إلى ذلك؟ بعد حتى نحكي بتفاصيل مين رح يقدر يستعمل اللي حصل لناحيته بالانتخابات. وشكرا للاستضافة استاذ حسين. اهلا وسهلا دكتور. للاخ سامح وللمشاهدين. ولكن مثل ما قلت، ما حصل مأساة، وما حصل لا وجود له بأمريكا ولا يجب أن يكون له وجود بأمريكا. العنف والاغتيال مرفوض جدا، تجنبنا كارثة امبارح، كارثة كانت تؤدي لو لا سمح الله حصل الاغتيال، حادثة تجنبنا كارثة ممكن أن تؤدي إلى أعمال شغب، إلى فوضى دموية، وهذا ما لا نحتاج له بأمريكا، لا بأمريكا ولا يحتاج له العالم أن يحصل بأمريكا. أمريكا ما زالت وستبقى عرين الديمقراطية كما حضرتك قلت، وستبقى نموذجا للديمقراطية للعالم الأجمع. طبعا رح يكون في استعمال واستغلال سياسي لهذا الحدث، ولكن الكلام بهذا لا يكون اليوم. رح يكون ممكن أقرب من ناحية الجمهوريين عن الديمقراطيين، وذلك لأن المؤتمر السنوي الجمهوري سيحصل هذا الأسبوع القادم. وسيحضره الرئيس ترامب، هو أعلن وقال بأن قاتلا وقناصا لا يمكن أن يغير جدول أعماله. الرجل على طبعا ما يبدو مصمم بشكل كبير. طبعا، ولكن هذا ليس استعمال سياسي. أنا اللي عم بحكي عنه استغلال سياسي، مثل اللي شفناه مثلا من جي دي فانس السناتر الذي من الممكن أن يكون المرشح لنائب الرئيس لترامب، وهو ما اتهم الحزب الديمقراطي بالتحريض على هذا الاغتيال، وهذا كلام مرفوض. لا يجب الاتهام اليوم لأحد، لا يجب أن نكون بل معا في هذه المرحلة. يجب الانتظار لانتهاء التحقيقات من الـ FBI ومن غيرها. وقد أعلن الرئيس اليوم بايدن عن طلبه بتحقيق مستقل، طيب. ويجب على الجميع التروي، ويجب على الجميع أن يقدر هذه المرحلة، لأنها مرحلة مهمة جدا، طيب، وممكن أن تغير مسار العالم ليس فقط مسار أمريكا. لذلك يجب عدم الاستغلال، تغيير مسار العالم وليس فقط أمريكا. أستاذ سامح، يعني لا يتمنى أحد أن يقتل ولا يقتل لا رئيس ولا غيره، ولكن هذه الرصاصة التي لم تقتل الرئيس ترامب من الممكن أن تقتل مستقبل الرئيس بايدن السياسي؟ يعني لا أعتقد أبداً أن هناك تأثيراً سلبياً كبيراً على الرئيس بايدن بسبب هذه الحادثة. من التأكيد متوقع أن يتحدث اليوم، وهناك مؤشرات وأحاديث يعني عن من الممكن أن تكون هناك مفاجأة أستاذ سامح؟
لا، لن تكون هناك أي مفاجآت. الرئيس سيتحدث، يعني قد تحدث بالفعل وتابعت أنا جزء من كلمته، هو تحدث عن ضرورة الوحدة وضرورة زيادة الفاعلية الأمنية حول الرئيس. هناك موعد حديث آخر كذلك يعني بعد ساعة؟ لم يتحدث بشكل قاطع، ولكن النهج سيكون واحد. من الصعوبة بمكان أن نقفز إلى حوادث يعني بهذه الخطورة ونقفز إلى نتائجها بشكل كبير. سيكون لها مردود سياسي كما تفضل الدكتور ديفيد بالتأكيد، ولكن هذا المردود سيختلف من حزب إلى آخر. وإشارته لمزايا هذا الحدث بالنسبة من الناحية السياسية فقط للحزب الجمهوري مختلف عن الحزب الديمقراطي. أنا تصوري أن هذا الحادث سيأخذ كثيرا من الأضواء الآن من الرئيس بايدن وعن سقطاته وعن مدى أهليته العقلية وقدرته على منافسة ترامب، ليضعها على الرئيس ترامب ليستفيد أكثر من الصورة البطولية التي يحبها قاعدته الجمهورية بشكل كبير. ولكنه في الجانب الآخر سيجعل الرئيس بايدن أكثر قدرة على إعادة توحيد الحزب واستغلال زخم هذا الحدث لبيان ضرورة أن يكون هناك مرشح ديمقراطي جاهز وقوي، والذي حتى الآن يمثله ولكن الرئيس بايدن. النصائح وسيجعل ذلك فرصة للوحدة. لا زالت تتوالى على الرئيس بايدن بمسألة الانسحاب من أعضاء وزملاء له داخل الحزب. أستاذ سامح، هذه دعوات تشكل توجهات فردية ولم تخلق حتى هذه اللحظة تيارا قويا داخل الحزب يجعله قادرا على إجباره على الانسحاب. ولهذا يقوم الرئيس، وكنت حاضرا في حفلته الانتخابية وجمع الانتخابي بالأمس في ولاية ميشيغان، وحديثه القوي حول ضرورة الالتفاف حوله وحول ضرورة الاستماع إلى أصوات 14 مليون من الناخبين الديمقراطيين قرروا أنه هو مرشحهم، يجعلني أميل أكثر إلى أن هذه اللحظة ستكون ميلادا للحظة وحدة جديدة وإكساب زخم قوي يدفع الرئيس بايدن في الانتخابات القادمة. ماذا عن منصب نائب الرئيس يا دكتور ديفيد للرئيس للحزب الديمقراطي من قبل الرئيس السابق ترامب؟ يعني كان متوقع أن يعلن عنها، لماذا تأخرت؟ أصدق الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري، المعذرة، الحزب الجمهوري. لا، لم تتأخر. يعني عادة يكون الإعلان الرسمي خلال المؤتمر والذي سيحصل هذا الأسبوع. هنالك من ممكن كان إنه يعلن بطريقة غير رسمية قبل الوقت، ولكن طبعا اللي حصل امبارح غير كل شيء. هلأ منه فاضي يعلن عن نائب الرئيس، هلأ الوقت كان انه يهتم بصحته، انه يرجع ويجهز حاله لإعلانه في المؤتمر، في مؤتمر الجمهوريين الذي سيعقد في ويسكونسن. نعم، المؤتمر في ميلواكي ويسكونسن، مؤتمر الجمهوريين في 50,000 جمهوري يأتي من جميع أنحاء أمريكا، وخلال هذا المؤتمر يكون الترشيح الرسمي لمرشح الحزب والذي سيكون دونالد ترامب. نعم، وهو دونالد ترامب له الحق الفردي بإعلان اسم نائب رئيس له على التيكت، وسيحصل ذلك خلال هذا الأسبوع. الترجيح أنه يكون جي دي فانس، ولكن ليس هنالك من إعلان لا رسمي ولا غير رسمي، وكل ما نسمع فيه اليوم هو فقط إشاعات. هنالك 3 أو 4 أسماء، ولا أحد يعرف من هو نائب الرئيس الذي سيرشح إلا دونالد ترامب، المعروف أنه ممكن يغير رأيه بآخر لحظة. طيب أستاذ سامح، كذلك أريد أن أسأل الداخل الأمريكي ومشاهدة ما جرى مع الرئيس السابق، إلى أي حد بالفعل سيؤثر على مسألة الأمن، مسألة الحمايات؟ يعني أنت تعرف الآن منذ هذه الحادثة حتى الرئيس بايدن قبل قليل تحدث بأنه تم تعزيز الأمن حول الرئيس السابق ترامب. إلى أي حد بالفعل يمكن أن تكون هناك معادلة مختلفة والبلاد مقبلة على انتخابات؟ يعني بالتأكيد سيمثل هذا الحدث تحديا كبيرا أمام الخدمة السرية المنوط بها حماية الرؤساء الأمريكيين. ولكن علينا أن نتذكر أن الرئيس 3 رؤساء يعني تم اغتيالهم، 9 تعرضوا وآخرون، يعني المسألة ليست جديدة. هي فعلا ليست جديدة، ولكن علينا أن نتذكر أن في كل حادثة يخرج بعدها في جهاز الخدمة السرية بكثير من الخبرات والاستراتيجيات الجديدة التي تحفظ الرؤساء القادمين وتغير في طريقة التكتيكات الفنية التي يعمل بها هذا الجهاز المعقد والقوي. وبالمناسبة الجهاز استجاب بسرعة وبطريقة احترافية وقام بتحييد الهدف الذي يشكل خطرا على الرئيس بشكل قياسي. ولكن علينا أن نتذكر أن معدل وطبيعة الحماية التي يتعرض لها
رئيس سابق ومستواها مختلف عن مستوى الحماية التي عرض لها رئيس حالي ورئيس يعمل في البيت الأبيض، ولكن بالتأكيد سيتم هناك عملية واسعة من المراجعة لهذه التكتيكات الفنية، وسننظر إلى كثير من التغيرات قريبا، ولكن علينا أن نكون أكثر التعاطف. أستاذ سامح ودكتور ديفيد اسمح لي بدقيقة، التعاطف مع هكذا حادثة من الممكن أن يأخذ يعني ديمقراطيين باتجاه الجمهوريين؟ لا، من المفروض أن يكون ذلك أكثر قربا. سأتي لك دكتور ديفيد، تفضل أستاذ سامح. من المفروض أن يكون ذلك يعني كما قلت جرة تنبيه وتحذير لكل من الحزبين، لأنه جاء الوقت الآن لتخفيف الخطاب والاستقطاب السياسي وجعل الأرضية المشتركة كمواطنين أمريكيين نهدف إلى مصلحة عليا أهم من المصلحة السياسية الضيقة، لأننا بصراحة بهذا نتجه إلى طريق لا نحبه، ولكن لا أريد المبالغة وأقول أننا نقترب من حرب أهلية وعنف سياسي. هذا الأمر لا تزال الديمقراطية الأمريكية قوية وقادرة على استيعابه والسيطرة عليه. التعاطف سيكسب الجمهوريين دكتور ديفيد؟ سيأخذ أصواتا من الديمقراطيين؟ لا أظن اللي حنشوفه هلأ أنه حيكون في تعاطف لمدة معينة من غير جمهوريين، ولكن هذا بصير في إكوليبريوم، بصير في نورماليزيشن، بروح التعاطف ما بعد فترة المؤتمر. ولكن اللي حيعمله وأحدى النتائج الأكيدة من بعد هذه البأساة، بعد هذه المحاولة الاغتيال، أنه الجمهوريين سيكونوا متحمسين جدا للذهاب إلى الاقتراع بنوفمبر 5، ونسبة الجمهوريين التي ستقترع أصبحت اليوم أكثر بكثير من النسبة اللي كانت راح تقترع لو لم تحصل هذه المحاولة. لذلك سيكسب ترامب كثرة من الجمهوريين الذين سيقترعون في 5 نوفمبر، وهذا سيؤثر وسيجعل العمل أصعب على بايدن. نعم. لأنه سيحاول هو من عنده برضو أنه يطلع نسبة الديمقراطيين للاقتراع. أما الانعطاف من الوسطيين، هذه المحاولة لن تؤثر، الوسطيون سيصوتون بناء على أسس أو أمور معينة تعنيهم، مثل الإجهاض، مثل الأولاد، مثل الإديوكيشن وإلى آخره. شكرا جزيلا لكما من فيرجينيا دكتور ديفيد رمضان النائب الجمهوري السابق عن الولاية وأستاذ العلوم السياسية، وكذلك أشكر الأستاذ سامح الهادي عضو الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ومحلل الشؤون الأمريكية. وفي 19 أيضا، حماس تؤكد تمسكها بالمفاوضات، ومستشار الرئيس الفلسطيني ينتقد عدم اكتراثها لسلامة المدنيين. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. قادة وفي مصائر دول.
لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. تابع في الساعة الأولى من 19 تراوح مفاوضات هدنة غزة مكانها بعد أسبوع حافل بالتسريبات عن تقدم وأنهاء كثير من النقاط العالقة. أسابيع طويلة من مفاوضات ومماطلات اختتمت بتصعيد عسكري إسرائيلي استهدف مخيم المواصل للنازحين في خان يونس وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف. ولتخرج التسريبات والتصريحات حاملة مخاوف بشأن احتمال وقف المسار التفاوضي الذي استؤنف الأسبوع الماضي بالقاهرة واستكمل الأربعاء بالدوحة، وعاد الخميس إلى مصر بمشاركة رؤساء المخابرات الأمريكية والمصرية والإسرائيلية عقب عملية الاستهداف. خرج نتنياهو معلنا تمسكه بإحدى نقاط الخلاف مع حماس قائلا إن لإسرائيل الحق في الاستمرار بالحرب حتى تحقيق جميع أهدافها. الطريف أنه اتهم حماس بعرقلة المفاوضات. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن قيادي كبير في حماس قوله إن الحركة قررت وقف المفاوضات غداة. نقل وكالة رويترز عن مصدرين مصريين قولهما إن المفاوضات حول اتفاق الهدنة مجمدة حتى تثبت إسرائيل جديتها في مسألة التفاوض. ثم عادت حماس لتنفي صدور قرار منها بتعليق المفاوضات معتبرة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني محاولة من نتنياهو لقطع الطريق على التوصل إلى اتفاق ينفي معاناة غزة. بشر كان راح الجنة. اتهم مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش قيادة حماس بشكل ضمني بأنها تقدم مصالحها وسلامتها على مصالح وسلامة شعبها واصفا إياها بخائنة الأمانة. أي قيادة تقدم مصالحها وسلامتها ومنافعها على سلامة شعبها وعلى مصالح شعبها وعلى منافع شعبها فهي قيادة بائسة وقيادة ارتكبت جريمة الخيانة لأمانة المسؤولية. أي قيادة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا قدمت مصالح شعبها على كل المصالح. هل قتل القائد وقائد الجناح العسكري المسلح لحركة حماس محمد الضيف في الغارة الإسرائيلية على المواصي والتي قتل فيها رافع سلامة قائد لواء خان يونس؟ حركة حماس نفت مقتل الضيف بينما قال الجيش الإسرائيلي إن الحركة تنفي نتيجة الهجوم الأخير على الضيف. صحيفة معارف الإسرائيلية كشفت في تقرير نشرته عن أكبر خطأ ارتكبه زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في حياته، وذلك عندما غادر النفق بدعوة من رافع سلامة واللقاء به في مواصي خان يونس بالقرب من المنطقة الإنسانية، خاصة وأن الضيف وسلامة شعرا بأن لديهما وقتا آمنا لعقد اجتماع فوق الأرض في ظل تقدم المفاوضات، وأن إسرائيل ستمتنع عن القيام بأي عمل هجومي من شأنه أن يضع حدا لاستمرار عملية التفاوض، مؤكدة أن الشباك استغل هذا الخطأ الذي ارتكبه الضيف لينفذ عملية التصفية، في حين نقلت الصحيفة تفاؤل الجيش الإسرائيلي بأنه تم القضاء على الضيف بالفعل خلال قصف منطقة مواصي خان يونس بحسب زعمهم. من الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، ومن عمان ينضم إلينا الدكتور عامر السبيلة زميل غير مقيم في مركز ستيمسون للأبحاث. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ نظير لأسأل، إسرائيل على ما يبدو تؤشر
وتلمح إلى أنها بالفعل استهدفت محمد الضيف وقتلت الرجل، بينما الحركة تقول لا، هذا الكلام غير صحيح، هي حرب نفسية من حكومة نتنياهو تجاه حركة حماس أو ماذا أستاذ نظير؟ مرحبا بك أستاذ حسين وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات وبضيفك الكريم. أهلا وسهلا. هي في البداية كانت محاولة احتفال وابتهاج بأنهم نجحوا في اغتيال الضيف، ولكن فيما بعد تبين أن هذه المعلومات متسرعة وينبغي أن تفحص من جديد، لأن الضيف لم يقتل كما يبدو، وفي إسرائيل أيضا يتحدثون عن أن المسألة مبهمة حتى الآن، ويقولون أنهم يحققون، يعني هم لا يعتمدون على حماس أن تعترف أو لا تعترف، معروف أن حماس يأخذها وقت حتى تعترف بمثل هذا الحدث، ولكن يقولون في إسرائيل أنهم هم يحققون، يعني عمليا هم أيضا غير متيقنين من أن هذه المرة تمكنوا من الوصول إليه. كما هو معروف 7 مرات حاولوا اغتيال الضيف وهذه هي 8، وكما يبدو من التقديرات الأولية التي تنشر حتى الآن ليسوا واثقين من أنهم نجحوا في ذلك، وأن هذه المرة أيضا مثل المرات السابقة كانت خائبة ولم تنجح. طيب يعني كذلك أريد أن أسأل الدكتور عامر، دكتور عامر، ما يتم تناقله الآن فيما يخص محمد الضيف، إلى أي حد بالفعل إسرائيل تحاول الضغط ليس فقط في حربها على القطاع وقتلها الأبرياء والمدنيين والنساء والأطفال كما يقول المسؤولون الفلسطينيون، وإنما كذلك اللعب على مسألة النفسية لدى قادة حماس وهذه الحرب وإثارتها؟ هو بلا شك أولا من السهل الادعاء بأنك استطعت أن تصفي محمد الضيف، ومن الأسهل أن تنفي، في النهاية تتحدث عن شخصية غير ظاهرة، ومدام أننا نتحدث عن جثة موجودة إذن ستبقى الأمور في هذا التجاذب. الجزء الثاني، من الطبيعي أن تنتقل إسرائيل الآن إلى هذه المرحلة، مرحلة فكرة أنها تستهدف القادة ولم تعد تستهدف التنظيم، لأنه عندما خفضت إسرائيل مستوى الحرب نحن انتقلنا إلى مستوى مختلف في هذه الحرب، إذن يبقى هناك رمزية فكرة استهداف القادة حتى تعلن إسرائيل نوع من أنواع النصر، أو حتى تنقل نفسها إلى هذه المرحلة وتقول أنه نعم المفاوضات يمكن أن تستمر الآن، لأنه وجهت ضربات لحماس. إذن لا نتحدث فقط عن هيكل حماس، بل نتحدث عن العمود الفقري برمزية وجود القادة. إذن من الطبيعي في هذه المرحلة أن تقوم إسرائيل بعمليات ذات طابع استخباري تهدف إلى تحقيق هذا الهدف أو إلى نشر هذه الأخبار، باعتبار أنه ما تبقى اليوم بالنسبة لها من تحدي هو الهيكل الباقي لحماس بوجود قادة. وبهذا الإعلان يا دكتور عامر إذا سمحت لي، ألا تعطي كذلك الذريعة لمن يريد أن ينتقد حماس للقول بأن قادتها يحتمون بالأبرياء، باعتبار أن محمد الضيف لا أنت ولا أنا ولا الأستاذ نظير يستطيع الوصول إليه، لا تأكيدا ولا عكس ذلك، يعني مسألة وجوده يعني يعطي الذريعة لإسرائيل تستهدف أكثر قتل المدنيين أكثر وتقول أنا أستهدف قادة. وهو إسرائيل الآن بدأت أو حيها من حربها منذ البداية كانت تركز على فكرة أن تجرد حماس من الحاضنة الشعبية وتحول حماس إلى حالة عبء على أهل غزة، باعتبار أن حماس هي خلف وسبب هذه المأساة، وبالتالي كلما زادت فكرة استهداف بهذه الطريقة واستهداف القادة باعتبار أنهم موجودين في هذه المناطق، هي تؤكد أنها ترسل رسالة أيضا إلى الناس في غزة أن مشكلة استهدافكم اليوم هو بسبب بقاء قادة حماس في غزة. إذن هي فعليا تريد إسرائيل أن تحول حماس إلى عبء حقيقي على أهل غزة. طيب أستاذ نظير، باعتبار أن الرقم ليس مهما لدى نتنياهو، يعني يقول الكثير من الفلسطينيين عندما تعارك أنت أو تقاتل مجرما لا تستفزه فهو مجرم بالأصل، يعني كيف يمكن يعني قتل العديد من المدنيين وإلحاق السمعة بأنني قتلت قائدا لحماس سواء هي من تسببت بما يجري في غزة أو عكس ذلك؟ هذا ما يتحدث به مثلا منير الجاغوب عضو حركة فتح، يقول لا تستفز يعني أحد بهذه البشاعة. يعني إسرائيل لا تخفي أنها يعني في ضمن حساباتها أخذت في عين الاعتبار أن مدنيين كثيرين سيقتلون بهذه الضربة. نحن نتحدث عن قرار
لم يتخذ بشكل عابر وبشكل عادي. هذا القرار في اغتيال محمد الضيف في اللحظة التي وصلت فيها المعلومات في منتصف ليلة الجمعة السبت، اجتمعت القيادة العسكرية وكلها والقيادة السياسية وزير الأمن وكذلك نتنياهو، ودرسوا الموضوع من جميع الجوانب، وضمنها كان من يجلس معهم، من يقف معهم، من وقريب منهم. هل يوجد مثلا أسرى إسرائيليون موجودون هناك؟ وهل يوجد مدنيون أم لا؟ واستنتجوا بأنه لا يوجد أسرى إسرائيليون، هكذا إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي، ولكنهم لم يستبعدوا وجود مدنيين، ولهذا قاموا بهذه العملية مثل عشرات إذا لم يكن مئات، حوالي 400. الغريب يا أستاذ نظير، يعني يقول نتنياهو بأن حماس هي من عرقلت سير المفاوضات، يعني عقب ما جرى في خان يونس. طبعا تبين أن حماس لم توقف المفاوضات، والمفاوضات جارية، ولكن المفاوضات اليوم هي جارية بالأساس بين نتنياهو وجيشه. في الجيش يريدون الاستمرار في المفاوضات، ويقولون أن كل العقبات التي توضع الآن في وجه هذه المفاوضات باعتبار دفاعا عن أمن إسرائيل نحن قادرون على مجابهتها. يعني هو يقول أنه لا يريد أن ينتقل مسلحون من حماس من الجنوب إلى الشمال، هم يقولون نحن مستعدون للتغلب على هذه المشكلة، لا حاجة لأن نراقب كل من يذهب، إذا وجدنا نستطيع أن نراقب ونتابع، وإذا وجدنا من هو هناك فنقوم بعملية مثل ما قمنا بعملية خان يونس. يعني نحن لا نخاف ولا نحسب حسابا لأحد، هذه الفكرة الآن القائمة. ولذلك يوجد ضغط حتى الآن على نتنياهو أن يذهب إلى المفاوضات، وكما يبدو توجد إشارات إيجابية في أنه خلال يومين سيسافر الفريق الإسرائيلي للتفاوض مرة أخرى إلى الدوحة وستستأنف المفاوضات. طيب دكتور عامر، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالنتيجة المستشار هو الدكتور محمود الهباش يقول بأن حماس خانت الأمانة، يعني من يقدم مصلحته وسلامته وسلامة قادته على سلامة الفلسطينيين هذا شيء غير مقبول. يعني في أي إطار تأتي هكذا تصريحات من السلطة الفلسطينية في وقت حرج؟ يعني هو في النهاية ماذا تستطيع أن تفعل حماس أكثر مما تقوم به؟ هو فعليا الصفقة إطالة أمدها، وهذه المناوشات التي حدثت في الفترة الأخيرة هي التي أدت أيضا إلى الوصول إلى هذه النقطة. يعني قادة حماس عندما يتنازلوا كثيرا ويذهبوا باتجاه إظهار مرونة في هذه المفاوضات ويقبلوا نقاط كانت مرفوضة بالنسبة لهم، أهمها حق إسرائيل باستمرار بالقتال في 6 أسابيع الأولى. يعني ما جرى اليوم لن يوقف المفاوضات، لأنك أنت أصلاً موافق أن تقوم إسرائيل بعمليات. هذا الحقيقة الوضع يشير أنه المأزق الحالي الذي تمر به حركة حماس هي بحاجة لإنجاز، هي بحاجة لإطار اتفاق، لكن العامل الوقت أصبح ضاغط، الإسرائيلي يستغل هذه النقطة. إذن تظهر اليوم هذه الانتقادات السياسية باعتبار أنه حماس هي سبب إبقاء ذريعة الحرب موجودة، لكن لنفكر منطقياً، ماذا تستطيع أن تقدم حماس لتوقف هذه الحرب في هذه المرحلة؟ باعتقادي يعني إطالة أمد الصفقة والدخول في دهاليزها بهذه الطريقة كما يرغب نتنياهو هو لتحويل أيضا عبء حماس لعبء أيضا على المشهد السياسي. طيب دكتور عامر، إذا وقعت في البئر وأوقعت قطاع غزة معها حركة حماس، ألا يفترض من السلطة الفلسطينية باعتبارها رب البيت أن تمد يدها لتنقذ الجميع؟ غايتها ليس إنقاذ قادة حماس ولا غيرهم، ولكن يعني الآن وقعت الفأس بالرأس. السلطة تدرك أنه في النهاية هناك خيارات، وهي أساس في خيار البديل القادم لغزة باعتبار أنه هذا التفكير المنطقي بالرغم من رفض نتنياهو والإشارات التي أظهرها، لكن في النهاية هذا الفراغ الذي يتشكل في الحديث اليوم حتى عن مرحلة ما بعد هذه الحرب من سيملأه؟ فتعلم السلطة الفلسطينية أن الطريق معبد لها، يعني برغبة أمريكية وحتى بطريقة يعني قد لا يرضاها نتنياهو، لكنها تفرض. لن تتخذ هذه الخطوة أستاذ نظير السلطة الفلسطينية باعتبار أن قرار حماس ليس قرارا فلسطينيا؟ يعني الكثير من الأخبار تقول بأن القرار مرتبط خارج جغرافيا فلسطين، وبالتالي لا، لن يكون موقف السلطة الفلسطينية بهذا الشكل، ليس كذلك؟ الصحيح أن كل المواقف القيادية الفلسطينية تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى حساب عسير
للأسف الشديد نحن كفلسطينيين لا يوجد عندنا العادات والتقاليد القائمة في إسرائيل بأن يقوموا بفحص أنفسهم بلجان تحقيق واتهامات ودراسة كل تفصيل لكي يعرف من هو المسؤول عن هذا الإخفاق أو ذاك. هذا الأمر حتى الآن غير متوفر لدينا، لا من جهة قيادة حماس ولا من جهة أي قيادة أخرى في فلسطين، وهذا سيء وللأسف الشديد. يعني الانقسام الإسرائيلي الداخلي أستاذ نظير مهما على لن يصل إلى حالة الانقسام الفلسطيني. لا ممكن أن يصل، ولكن حتى الآن إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدم لمنع الانهيار لهذا الحد ومنع الوجود التفسخ بهذا الشكل هو أدوات الحسم والفحص الديمقراطي التي تتيح لهيئات حيادية نزيهة مرتبطة بالقضاء بالأساس أن تفحص كل شيء. ونحن يعني حق الشعب الفلسطيني بعدما دفع هذا الثمن الباهظ أن يعرف بالضبط أين الإخفاقات ومن هم مسؤول عن هذه الإخفاقات وكيف تصرف كل طرف إذا. نعم، شكرا جزيلا لكم من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي، ومن عمان أشكر الدكتور عامر السبيلة زميل غير مقيم في مركز سيمسون للأبحاث. في الوقت الذي تداولت مواقع التواصل في مصر مقطعا صوتيا يزعم اعتزام أو عزم الحكومة المصرية بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن المقطع الصوتي مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة وغير واقعية، وأنه تم التواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت هذه الادعاءات أيضا جملة وتفصيلا. وشدد المركز على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، وأن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين سيظل تابعا لمصر، موضحا أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المساند سوريا. إذن في مصر نبقى مشاهدين ونتحدث عن قناة السويس، ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول قناة السويس والشائعات التي تزعم لجوء الحكومة المصرية إلى بيع أصولها لمواجهة الأعباء المالية. ففي عام 2023 جرى الحديث عن عزم الدولة المصرية بيع قناة السويس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، الأمر الذي نفاه حينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصفا ذلك بالإشاعات والأكاذيب. هذا الحديث راج مع أصدار البرلمان المصري عام 2022 مشروع قانون لإنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة يجعل لها الحق في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول والانتفاع بها، والهدف منه كما أعلن وأعلن هو مساعدة هيئة القناة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة والسوء في الأحوال الاقتصادية. رئيس برلمان مصر حاول طمأنة المصريين بالتأكيد على أن إنشاء الصندوق لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس باعتبارها أموال دولة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، وأن الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله هو أمر طبيعي، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس للحدث، والذي اعتبر أن الهدف من الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة ومجابهة الأزمات الطارئة. من القاهرة ينضم إلينا مصباح قطب المستشار الاقتصادي في جريدة المصري اليوم. مرحبا بك أستاذ مصباح. هذه الدعاية، هذه الوشاية، هذا الإعلان، هذا البيع، كل موسم تكون نفس القصة، هو تحضير الشارع المصري
لنقطة من الممكن أن تكون حقيقية أو بالفعل هناك من يريد أن يؤثر على عمل الحكومة المصرية؟ وفي يعني جوانب شكلية وجوانب موضوعية فيما صدر هذه المرة بشأن قناة السويس. الجانب الشكلي متعلق بالقصة أنه في تسجيل صوتي وأن في رقم تريليون دولار. فالتسجيل الصوتي يبدو منه كأنه في اثنين قاعدين على القهوة، فعلى كام طيب وبس عدهم دولار دولار وكذا، فحاجة في منتهى العبثية. لأن احنا يعني في الحاجات الكبيرة احنا شفنا طرح 5% من أرامكو كان حديث العالم، يعني وهي تقريبا أصل طبعا يعني يفوق التريليون دولار. لكن أقصد أقول يعني التعامل مع أصل من هذا النوع ليس مناطه بأي حال يعني ومع أي حكومة، هو أن اثنين قاعدين على جنب كده يتكلموا مع بعض. وفي الجانب الشكلي أيضا الحقيقة كنت أتصور وأننا يعني لدينا ضيف جديد في الحكومة هو السيد المستشار محمود فوزي اللي هو وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل، أن يكون هو من يتولى الرد على مثل هذا الكلام، لأنه الرد الحقيقة صيغته برضو مش موفقة يعني قوي من ناحية الشكل، بمعنى أنه طالع من المركز الإعلامي التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء التابع لمجلس الوزراء، وبيقول أنه اتصل بالهيئة فنفت هذا الكلام وأنه كلام مزعوم. الهيئة لا تملك قناة السويس، الناس ما تعرفش أنه بنص القانون هي القناة مملوكة للدولة المصرية، الهيئة بتدير وتشغل والصيانة وكذا، فليست هي الجهة التي يرجع إليها حين يكون هناك كلام عن التصرف في مثل هذا الأصل. إذن النفي لابد أن يكون خلال... طيب أستاذ مصباح، النفي لابد أن يكون موظبا أكثر وتقنيا وفنيا نعم أكثر ومن الذين يمتلكون القناة وهي الدولة المصرية، بالتالي هناك تمام. أمر لزام تمام. على الحكومة المصرية أن تأتي ببيان، هذا ما تقصده؟ تمام تمام، يعني كنت أتصور ذلك، خاصة وأن الحكومة تعلم ما سردت حضرتك من التاريخ. الحقيقة التاريخ ده له أبعد، حتى يمكن أيام الإخوان كان في مشروع قانون في أول 2013، وبلغ من سوء هذا القانون وفحشه الحقيقة أنه المستشار يعني طارق البيشة الله يرحمه، وهو كان قريبا من الإخوان جدا، هو من تصدى للرد عليه بمنتهى القوة والعنف طيب. لأنه اعتبر المسألة عبثية. ثم جينا بقى إلى عدة قصص أخيرة برضو ما أشرت إليه حضرتك، إنشاء صندوق مملوك للهيئة، وبرضو يلفت النظر وأتمنى أن الحكومة المصرية تتعامل بجدية مع هذا الأمر، أنه القانون الخاص بإنشاء صندوق مملوك للهيئة رغم كل الاعتراضات عليه لا يزال مصيره غامض. هل تم سحبه من البرلمان؟ هل تم تجميده؟ هل تم إلغاءه نهائيا من العرض وهكذا؟ طيب أستاذ مصباح، أنا بقى لو سمحت لي لو حبيت يعني إلى قبل أن طبعا. أحب أنا وتحب أنت، لابد أن أطرح عليك قضية. هل القناة موضوعة على جدول البحث في يعني طاولات الوزراء والحكومة، باعتبار أن عندما يدخر شخص ما قطعة ذهب وعندما تكون الأمور غير جيدة ماديا معه يفكر بالبيع أو الاستثمار أو الشراء أو المبادلة، هل هذا يطرح بالنسبة لقناة السويس باعتبار تحسين الأوضاع من الممكن أن تساعد فيه القناة وفي أي شكل؟ يعني الحقيقة يعني ربما لا تكون اللحظة دي هي اللحظة التي يقال فيها مثل هذا الكلام، لأنه في نوع من الاستقرار في سعر الصرف، في نوع من التحسن في الاحتياطيات الدولية، في نوع من الـ يعني الـ القدرة على التعامل مع التزامات مصر الخارجية بدرجة من اليسر، بعد ما عرفنا يعني موضوع صفقة رأس الحكمة وبعض التدفقات اللي جت من أطراف مختلفة من الاتحاد الأوروبي. فربما لا تكون اللحظة دي هي بالضبط اللي أقدر أقول عليها كده، لكن ما يجعل الناس تتوجس خيفة الحقيقة يعني هو مجموعة من المؤشرات اللي رافقت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبدأ فيها أنه مطلوب من الحكومة المصرية أن يعني أن يكون كل شيء مطروحا للبيع يعني حتى تتمكن الدولة من تحقيق استقرار مستدام في حياتها الاقتصادية وفي موفوراتها النقدية. طيب. أول حاجة يعني بشير إليها الحقيقة هو القانون الخاص بإسناد إدارة المستشفيات العامة اللي سمي قانون التزام المستشفيات العامة إلى القطاع الخاص، وهو فعلا قانون مخيف جدا ولم يكن أحد في لحظة يتصور صدوره. القناة في أمان أستاذ مصباح نعم. بثلاثين ثانية، القناة في أمان يعني لا يطرح القناة تطرح. في أمان، في هناك
هو في فرق بين انه في تفكير دلوقتي منذ فتره قليله منح التزام لدوله عربيه ان تدير مواني والمنشات العامه. انت اتيت على قضيه المنشات العامه، يمكن بيع بعض المنشات العامه والمستشفيات، ممكن بيع مع المنشآت العامة، لكن بقول إنه القناة ليه إحنا خايفين؟ لأنه منذ فترة قليلة منح امتياز لإدارة بعض الموانئ الموجودة في المنطقة. شكراً. قناة السويس ليه إحدى الدول العربية ولفترة طويلة، فأصل بقول الناس تخشى أن يكون هناك في الأكمة ما وراء، لكن مجرى الماء للقناة نفسه. شكراً جزيلاً لك من القاهرة الأستاذ مصباح قطب المستشار الاقتصادي في جريدة المصرية اليوم. بعد قليل ساعة ثانية انتظرنا. بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحلة فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا. محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا، من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسم. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. كان يوما طبيعيا
أو يبدو كذلك. لا شيء يختلف. انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. الآن 19 من الحدث. الساعة 2:19 كذلك تبدأ بالعناوين. رصاصة ترامب التي لم تقتله، هل تعيده إلى البيت الأبيض؟ حماس تؤكد سلامة قائد جناحها العسكري، وإسرائيل تتحدث عن شيء تخفيه الحركة. بالتعاون مع الميليشيات وأشراف الحرس الثوري، الكشف عن غرفة عمليات حوثية بالعراق. الحكومة المصرية تنفي بيع القناة من وراء شائعة كل موسم. مرحبا بكم. محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثارت تساؤلات حول الإخفاقات الأمنية لجهاز الخدمة السرية الذي يوفر للرؤساء السابقين بمن فيهم ترامب الحماية مدى الحياة. يقول مكتب التحقيقات الاتحادي إنه تولى التحقيق في الهجوم الذي يأتي قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل. وقال مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه من المفاجئ أن يتمكن المشتبه به من إطلاق عدة طلقات، وبعد ساعات من الهجوم استدعت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريين مديرة جهاز الخدمة السرية للإدلاء بشهادتها في جلسة مزمعة الأسبوع المقبل. ماديسون رابالي. إذن سنتيمترات قليلة فصلت بين نجاته وبين سقوطه قتيلا، قبل أن يدرك بأنه تعرض لمحاولة اغتيال بعد شعوره وتحسسه للدماء التي سالت على وجهه فجأة. ترامب أثناء حديثه لأنصاره في ولاية بنسلفانيا قاطعته 4 رصاصات سريعة ومتتالية وسط ذهول الحاضرين، قبل أن يمسك بأذنه اليمنى وسط صيحات تطالبه بالنزول، قبل أن يسمع صوت رصاصتين 5 و6. وخلف منضدة انحنى ترامب محاطا بعناصر جهاز الخدمة السرية قبل أن تنطلق بغضون 4 ثوان إضافية رصاصات أخرى، ما دفع المزيد من المؤيدين إلى الانبطاح أرضا، بينما هرع المزيد من عناصر الأمن المدججين بالسلاح إلى المسرح بعد 22 ثانية من بدء إطلاق النار، في الوقت الذي شوهد قناص من الشرطة السرية يطلق النار
لاحقا أنه استهدف منفذ العملية عرف ذلك قبل أن يسارع عناصر الخدمة السرية إلى توجيه تعليمات مثل انتهى الأمر ودعونا نتحرك ويساعد ترامب النهوض من على الأرض. هنا كان يهتف لأنصاره، وبعد حوالي دقيقة من بدء إطلاق النار قال ترامب دعوني أستعيد حذائي، بينما شكل العملاء حلقة حوله قبل أن يرفع قبضته أمام الحشد ويردد بهتافات ثم التوقف على المنصة لتحية أنصاره. لترصده عدسات الكاميرات يدخل سيارة دفع رباعي بعد دقيقتين فقط من محاولة الاغتيال. هنا دخل ترامب السيارة رافعا قبضته مجددا نحو الحشد قبل إعلان الحادثة بأنه نقل إلى المستشفى لإسعافه. من واشنطن ينضم إلينا جونثان تي كليم مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي. مرحبا بك سيد جونثان، أسألك كيف حدثت هكذا يعني عملية في ظل وجود حماية بهذا الشكل؟ من المفترض أن تكون هناك يعني إجراءات وتحرك القناص على ما يبدو كان سهلا. أعتقد أن ما نراه على المستوى العالمي وليس فقط في الولايات المتحدة أن هناك محاولات اغتيال تتم وآخرها كانت ضد رئيس الوزراء السلوفاكي في شهر مايو، وعدد كبير من المرشحين في المكسيك وأحدهم قد قتل، والآن لدينا هذا يحدث مع ترامب. لذا نرى تصاعدا في هذه القضايا، لكننا لا نرى أي تكتيكات أو تقنيات أو إجراءات من قبل وكالات إنفاذ القانون والجهات الحامية التي تقوم بالتفاصيل. لم نشهد منهم هذه التفاصيل في ظل زيادة تلك العمليات المتعلقة بالاغتيال. ما رأيناه يوم الأمس مع الخدمة السرية هو أخفاق شنيع بصورة كاملة، بدءا من تقييم الخطر ومن ثم تحديد ملامح ومحيط المنطقة وكيفية السماح للأشخاص للدخول. لو نظرتم إلى خريطة ذلك المكان يبدو أنها أرضا واسعة
ولا يوجد أي شيء من حولها. وأما المبنى الذي استطاع ذلك الشخص بالصعود إلى أعلى، كانت تلك المباني على بعد من المنطقة المجمدة أو المؤمنة، وكانت فقط على بعد مئات اليردات، حيث استطاع أن يقوم باستخدام سلاح AR-15 الذي مداها الأقصى هو 600 يارد، وهو كان على بعد 150 يارد، أي يمكن أن يقوم لأي شخص يطلق لأول مرة وأن يقوم بإصابة الهدف من خلال وجود بندقية AR-15. هذا هو مدى السخف الذي عشناه من خلال إبقاء تلك الأماكن التي تبعد عن المنطقة المؤمنة دون رقابة. وبعد ذلك عندما تم إطلاق النار، فإن تحركات الشرطة السرية تجاه ترامب كانت بطيئة، وتحركات هل من تفسير سيد جونثان لهذه المسألة على وجه التحديد؟ عندما تم الاستهداف التحرك بطيء، حتى أن الرئيس السابق انحنى تحت المنضدة، بعدها بدأ التدخل. التفسير الأمني لهكذا حماية، لهكذا تحرك؟ ترامب هو الشخص الذي قام بالصواب، إذ أنه تصرف بصورة صحيحة، حيث قام بالانبطاح أمام ذلك الحاجز الذي هو أشبه بعلم، إذ أنه عازل للطلقة والانتظار للشرطة السرية لتأتي وتعمل على حمايته وتغطيته. لا أعلم لماذا كانت الحركة بطيئة، كان يجب أن تكون عدائية وسريعة وقوية، لأنهم أولا لا يعرفون ما طبيعة ذلك التهديد، وثانيا يدركون بأنه تعرض لطلق ناري، وما من شخص يمكن أن يتم فرزه ومعرفة طبيعة الإصابة. كان لابد أن إخراجه بطريقة سريعة وعنيفة إلى سيارة تنتظر وقادرة على الرحيل بسرعة. حتى هذا الأمر لم يحدث، وكنا قد رأينا في هذا الفيديو كما لو أن تلك السيارة كانت تبتعد وتسير بإيقاع بطيء، كما لو أننا لا نعيش في حالة طارئة. إنها كارثة كبرى، هذه ليست الطريقة التي تتوقع منها الشرطة السرية أن تقوم بتأدية واجباتها. لا أعلم ما الذي حدث إذا لهذه الوكالة، إذا ما كان هناك تدريب كاف أو لم يكن هناك قناصين مضادين. وبكل صراحة إنهم قاموا بتوظيف أعداد كبير من السيدات اللواتي لا يعتبرن بنفس طول دونالد ترامب، وكنا غير قادرات على تغطية جسمه بالكامل. ولو كانت هناك طلقة أخرى لأصابته، لابد من وجود بعض الأفراد الذين يحمون الهدف الرئيسي بحيث يكونون بحجم كبير لحمايته، وهذا لم يحدث. نعم، كذلك سيد جونثان، الحديث الآن من FBI يتحدث بأن الذي استهدف اشترى سلاحا بطريقة قانونية. حتى اللحظة لم تعرف الأيديولوجية ولا يعني الانتماء بشكل، والتعامل مع العملية على أنها إرهاب محلي. في هذا السياق كل ما ندركه أن ذلك الشخص كان مسؤولا عن عمليات إطلاق النار. مع تطور الأحداث يؤمل أن الـFBI سوف تقوم بكشف المزيد من المعلومات لنعلم إذا ما كان مطلق النار مرتبطا بمجموعات أخرى، أو إذا ما كان لديه مشاكل نفسية أو ذهنية. وإذا ما كانت لديه هذه المشاكل، لماذا لا تتم إثارتها لمعرفة إذا ما كان مستقرا بما فيه الكفاية لامتلاك ذلك السلاح الناري؟ لا نعلم كيف حصل عليه، إذا ما كان والده قد اشتراه أم اشتراه بنفسه. هناك أسئلة كثيرة لابد من الإجابة عليها، وأنا لن أكون مندهشا إذا ما تبين لنا أن هذا الفرد قد حصل على إما بعض التعليمات الأيديولوجية اليسارية المتطرفة، أو أنه تحت علاج وأدوية. الآن الرئيس السابق سيد جونثان، اسمح لي، يقول لن أدع قناصا أو قاتلا يغير جدول أعمالي. يعني رغم ما جرى الآن، الرجل يبدو بأنه سيذهب إلى ولاية ويسكونسن وسيحضر المؤتمر، مؤتمر الجمهوريين. إلى أي حد هذا يضع
الحمايات بتحدي كبير الآن في المرحلة المقبلة، وطريقة التعامل مع هكذا أحداث. الشرطة السرية يجب أن تكون مستعدة لمثل هذه الظروف، والأمر قد يكون مختلفا لأن المؤتمر الوطني هو حدث سوف يكون في الداخل، ولكن لا بد للرئيس ترامب للانتقال من مبنى إلى آخر إلى حين الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر. لذا لابد للشرطة السرية أن تقوم بالتصرف وإعادة التصرف إذا ما حدث أي شيء. لكننا نشاهد الناس الذين سوف يدخلون إلى تلك المنشاة، لابد لهم أن يقوموا بالسير بعد تفتيشهم بصورة كاملة. هذا هو ما يجب أن يحدث، لكن أعتقد أن الإجراءات الأمنية سوف تكون أكثر صرامة، وآمل أن يكون هناك ضغوطا على الشرطة السرية وعلى الـ FBI ووكالات إنفاذ القانون. إنهم بحاجة إلى هذا التوتر، لأنه عليهم أن لا ينسوا أن كل شيء ممكن وأن أي حادثة قد تقع، وخاصة في هذه البيئة المنقسمة التي نعيشها وفي هذا العالم، حيث الناس يمكن أن يتوقع أي شيء. لذا على وكالات إنفاذ القانون أن يتوقع أن يحدث وليس ما يجب فعله إذا حدث. عليهم أن يفترضوا إمكانية حدوث والتصرف وليس إعادة التصرف. شكرا جزيلا لك من واشنطن جونثان تيغلم، مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. قال وزير الخارجية التركي حكام فيدان أن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا وأحلال السلام هناك هو أمر طبيعي، مشيرا إلى أن بلاده فتحت قنوات اتصال مع سوريا منذ بداية الأزمة لكنها لم تصل إلى نتائج إيجابية وملموسة. منذ بداية الأزمة السورية كانت جميع خطوط الاتصال مفتوحة، وطيلة هذه السنوات المفاوضات مع سوريا مستمرة لكنها لم تؤدي إلى نتائج ملموسة وواضحة. لكن بعدما طرأت العديد من المستجدات في المنطقة، دعا الرئيس التركي جميع الأطراف السورية للتعاون لإحلال السلام. نعتبر تطبيع العلاقات مع سوريا وإحلال السلام فيها أمر طبيعي، ونحن لا نفكر في مصالحنا فقط، بل نبذل قصارى جهدنا من أجل المصلحة العامة. وزير خارجية تركيا سعى لطمأنة اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، مؤكدا أن أنقرة لن تجبر أي لاجئ على العودة إلى سوريا. كما أكد المعارضة السورية أن موقف بلاده منها لم يتغير، متعهدا بمواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية داخل سوريا. بين فترة وأخرى هناك بعض الأصوات تتحدث عن العلاقة التركية السورية، وعلى العكس تماما لم نغير موقفنا من المعارضة السورية، ونحن ضد التنظيمة الإرهابية على الأراضي السورية سواء كان داعش أو تنظيم PKK. مساعينا في مكافحة الإرهاب متواصلة، وسياستنا تجاه اللاجئين السوريين واضحة وستظل كذلك. لم ولن نجبر أي لاجئ على العودة إلى سوريا. من إسطنبول ينضم إلينا مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أوغلو، وكذلك من واشنطن ينضم إلينا دبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية هناك بسام برابندي. مرحبا بكما أستاذ طه. التطمينات التي ذكرها اليوم وزير الخارجية التركي كافية بالنسبة لمن دعمتهم أنقرة فيما سبق، أقصد المعارضة السورية؟ تحية لك في البداية أستاذ حسين وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. التصريحات اليوم وزير الخارجية التركي هي جاءت بعد أيام من تصريح من قبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، تحدث وقال بأنه قام بتكليف وزير خارجيته حكام فيدان لمتابعة التطبيع مع دمشق. هذا التصريح أثار حالة من القلق لدى اللاجئين السوريين هنا في تركيا وأيضا المعارضة داخل تركيا أو حتى في الشمال السوري. كما ذكرت قبل قليل تصريحات اليوم الوزير التركي في المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي هنا في إسطنبول، حاول طمأنة اللاجئين بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق
يتعلق بأنه لا تستطيع أو لن تقوم تركيا بالضغط على أي شخص داخل تركيا بالعودة إلى سوريا في ظل هذه الظروف، خاصة كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية هناك حالة من العنصرية التي في أحداث كيسر تقريبا قبل أسبوعين من الآن، وكان لها هناك حدث كبير على الساحة يعني الدولية بشكل كبير. أعتقد الوزير التركي يحاول من خلال هذه التصريحات اطمئن السوريين، وأيضا هناك كما تابعنا اليوم هناك كان هناك بعض التصريحات أو بعض التسريبات التي ذكرتها إحدى الصحف التركية المقربة من الحكومة التركية، صحيفة التركية، والتي تحدثت بأن الحكومة أو إدارة الهجرة هي تحضر خطة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين وتسمى هي الاندماج أو العودة، وخاصة في ظل هناك يعني التسارع في مسار التطبيع ما بين أنقرة ودمشق كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية. طيب أستاذ بسام، تستطيع أن تفسر لي هذا الموقف من قبل الحكومة السورية؟ هو دلال أو أن بالفعل ثمة أمور يجب أن تنفذ وهذا حقها باعتبار مسألة الانسحاب من الجغرافيا السورية، هذا أمر سيادي لابد أن تأتي به تركيا أولا وبعدها يكون اللقاء بين الرئيسين؟ شكرا للاستضافة. شوف أحكي لك ما سمعناه من المسؤولين الأتراك خلال قمة الناتو وما قبلها. الأتراك كانوا يقولون بأن المعارضة التركية هي من تقوم بشحذ الشارع ضد المعارضة ضد اللاجئين السوريين، وهم يتواصلون ويطالبون بحل هذه الأزمة عن طريق التواصل مع نظام الأسد. فقررت الحكومة التركية جزء من استراتيجية الكبرى تصفير المشاكل أن تقوم بالتواصل مع نظام الأسد. يبدو اليوم أن نظام الأسد وتركيا يحتاجون إلى شيء من العلاقات العامة، صورة العلاقات العامة، يعني لا أستبعد أن يأتي فدان إلى دمشق أو يحدث هذا مثل هذا اللقاء العالي المستوى، ولكن النظام السوري يحتاج أن يقول لمن يهمه الأمر بأني أنا أصبحت مقبولا، والتركي يريد أن يقول للشعب التركي أو للمعارضة التركية. وهل بحاجة ذلك الآن الحكومة السورية بحاجة هذا الاعتراف أستاذ بسام؟ أنت تعرف يعني لماذا هي الآن يعني علاقاتها مع الدول العربية جيدة، بعض الدول كذلك لديها يعني من يدعمها، وبالتالي إلى أي حد بالفعل هي بحاجة إلى الاعتراف أو الشرعية من قبل أردوغان وحكومته؟ شوف، تركيا تحت سيطرة تركيا أو يعيش في كنف الحكم التركي أكثر من 7 مليون سوري، يعني تقريبا ثلثي ما يعيش تحت نظام الأسد كعدد سكان، حوالي 4 مليون في إدلب ومناطق الشمال السوري، وحوالي 3 مليون حاليا. حتى تركيا فيها 7 مليون سوري، رقم كبير، رقم واحد. ثاني شيء، تركيا هي الدعم الوحيد بعد رسالة اسمها بالمعارضة السياسية، ولديها ميليشيا يدعم الجيش السوري، فبالتالي الوجود التركي مع نظام الأسد هو شيء يحتاجه نظام الأسد ليقول جزء من حقيقته أنه انتصرت. اسمح لي أستاذ بسام بهذه النقطة أسأل الأستاذ طه، من بحاجة من أكثر يا أستاذ طه؟ تستطيع أن تضعنا بمقارنة دمشق أم أنقرة؟ الرئيس الأسد أو الرئيس أردوغان؟ تركيا سوريا؟ الاقتصاد بين البلدين؟ نريد أن نعرف المعادلة. يعني اليوم يعني كان هناك تصريح واضح من قبل وزير الخارجية التركي وتحدث بأن تركيا عندما مدت يدها إلى السلام مع سوريا هي ليست من موقف ضعيف أو ضعف من قبل تركيا، هناك مناخ إقليمي هو يتجه نحو السلام. ولكن إذا تحدثنا عن سؤالك، أنا بتصور أعتقد كلا البلدين بحاجة لبعضهم البعض. نعم، سوريا وتركيا وضع اقتصادي صعب جدا، بالإضافة إلى أن الهاجس الأمني بالنسبة لتركيا هو يمثل خطر وقلق كبير يعني منذ تقريبا فترة طويلة. تعلم أن السبب الأساسي من موضوع التطبيع هو متعلق بموضوع الهاجس الأمني ومكافحة الإرهاب كما تسميه أنقرة، أقصد هنا مكافحة الوحدات الكردية. أيضا موضوع المعابر وخاصة في أي تعتقد الحكومة التركية بأن الحكومة السورية ستساعدها بعملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية استطاعها؟ سيكون ذلك يعني شيء كبير بالنسبة للحكومة السورية،
هناك مؤشرات تقول لا لن تبيع الحكومة السورية مواطنيها، هم بالنتيجة مواطنون سوريون، بالتالي لن تشارك تركيا في أي عملية عسكرية تريد القيام بها. يعني هذه نقطة. نقطة أخرى هناك كما تبعنا يعني، وحتى تصريحات تركيا قبل يومين من قبل أردوغان، يعني هو وجه رسائل للأمريكان والإيرانيين، وأن يعني تماما بأن كلا البلدين وخاصة إيران هي تعرقل هذا المسار، وخاصة إذا تابعت يعني التصريحات من قبل سوريا أو نظام السوري خلال الأشهر الأخيرة الماضية، هو وضع شرط تعجيزي والمتعلق بموضوع ضرورة انسحاب من الأراضي التركية الأراضي السورية. لذا أنا أعتقد يعني أنا بتصوري قصد هي ورقة إن كانت من قبل سوريا أو حتى من قبل روسيا، والأمريكان حاليا في وضع تعلم وضع صعب خاصة في ظل الانتخابات الجارية أو المرتقبة بعد. هم يقولون بالعودة إلى ما قبل 2011، اتفاقية أضنة تسمح للأتراك بالدخول والتنسيق مع الجانب السوري أستاذ طه، ولكن يعني ليس بهذا الشكل. يعني عندما تصل الأمور إلى عمق سوريا في الشمال هذا غير مقبول. أستاذ بسام أنا أريد أجاوبك على سؤالك للأستاذ طه. يعني تحديدا لأن النظام هو غير قادر على قيام بعملية عسكرية ضد قسد في ظل الوجود الأمريكي، وتركيا هي غير قادرة على سحب جيشها من سوريا، والنظام وتركيا غير قادرين على إعادة اللاجئين إلى سوريا كل واحد لأسباب مختلفة، فالطرفين يحتاجان إلى فقط صورة، يجتمعان يأخذون صورة وكل واحد يسوقها لجماعته بأن ينتصرت، ولكن هذا لا يعني حل أي مشكلة من المشاكل الحقيقية أو حتى البسيطة بين الطرفين تاريخيا اقتصاديا اجتماعيا. فعلا يجب أن يكون هناك حركة، يعني الشعب السوري يحتاج إلى راحة، كل الشعب السوري يحتاج إلى راحة. الصورة ولكن طيب أنا أريد أن أمضي معك أستاذ بسام، أريد أن أمضي معك. الصورة يعني توضع بالماء ويشرب ماؤها لكل الطرفين مثلا، ما الذي تفيد؟ يعني ما الذي تفيد هذه الصورة؟ مثلا تركيا هي تريد، مثلا تريد تركيا عودة السوريين إلى المناطق إلى سوريا عودة آمنة، بمعنى أنه لن يتم اعتقالهم، لن يتم سحبهم للجيش، يعني كل هذه الأمور المعروفة، لن يتم قتلهم على الأقل. النظام لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر، يعني هذا هو هجر هؤلاء السوريين لأنهم معارضة يعارضونه، كيف يسمح لثلاثة مليون سوري يعارضونه أن يعودوا؟ يعني بنية النظام ستنهار، رقم واحد. رقم اثنين، موضوع تهجير السوري له علاقة بالوجود الإيراني، يعني إيران دولة شيعية، الشعب السوري شعب سني، تهجير السوريين كان لتقوية النفوذ الإيراني، فموضوع أكبر من النظام. من طرف آخر تركيا هي تريد من النظام كما تحضرتك أن يحارب القسد مع بعض مع الروس في حال انسحاب الأمريكي، فبالتالي هذا شيء مستحيل حدوثه على الأقل في 5 شهور القادمة. ولكن ما يريده الطرفين أن يقولوا، نحن بالنسبة للأتراك يقول الشعب التركي، أنا أحاول جهدي أن أحل مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا وإعادتهم إلى بلدهم، تواصلت حتى مع بشار الأسد وحطيت ملح على جرحي، ويعني طولوا بالكم علي شوي. النظام سيقول لأتباعه أنا صمدت وصبرت وربحت، وهي تركي رجع لعندي مثل ما كان قبل 2011. صح. ولكن الطرفين صعب جدا أن يقدموا أي تنازلات حقيقية جوهرية حتى بسيطة في موضوع أي الملفات. أستاذ طه، من الممكن أن يحل؟ الأستاذ بسام يقول إذا حدث اللقاء فهو صوري، لن يستطيع الطرفان أن يحلا أي من الملفات العالقة، لا مسألة إعادة اللاجئين ولا إعادة الإعمار ولا إرجاع هذه الأرض التي هي تحت سيطرة فصائل تدعمها أنقرة إلى الحكومة السورية ولا غير ذلك. يعني أنا أتفق مع ضيفك، وخاصة بأن يعني هذا اللقاء ما بين أردوغان والأسد هو يختلف تماما على اللقاء الذي جرى ما بين السيسي وأردوغان. تتذكر قبل فترة كانت هناك بعض المشاكل وملفات العالقة تم تجاوزها، ولكن أتحدث تقريبا عن أكثر من عقد من الآن. هناك موضوع كما أشرت لك، موضوع القسد، موضوع اللاجئين، أتحدث عن تقريبا 4 مليون لاجئ سوري. يعني قبل قليل أشرت لك إلى أن إحدى الصحف التركية نشرت هناك خطة وهي تتحدث عن الاندماج والعودة، وهذا أعتقد هو خطة متأخرة بوجهة نظري. لماذا؟ لأنه كان من الأفضل ومن الأحرى أن تقوم بها تركيا تقريبا منذ 2013-2014 كما قامت ألمانيا، ولكن هي وجهة للداخل التركي بوجهة نظري وللاستهلاك وحتى طمأنة المواطن التركي بعد انتهى خيرهم. استعطاها الخطاب الكراهية الذي انتشر بشكل كبير مع احترام دور
تركيا لاستقبال هؤلاء اللاجئين، انتهى خير هؤلاء اللاجئين؟ فاوض الرئيس رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية وحصل على ما حصل عليه من أموال بسبب هؤلاء اللاجئين، وبالتالي الآن ما عادت هناك بقرة تحلب، وبالتالي لابد من عودتها إلى يعني إلى إلى يعني عودة هؤلاء اللاجئين مع وضع بين قوسين، يعني حلب هؤلاء اللاجئين. لا أنا بتصور أعتقد يعني اليوم يعني التصريحات التركية والتصريحات الرسمية التي نسمعها تصريحات تتحدث فقط، يعني هي تتحدث عن أنها هي لن تقوم بعودة اللاجئين إلا أن تكون هناك تفاهم وتفاهمات مع النظام، خاصة فيما يتعلق تكون عودة آمنة. ولكن لا ننسى بأن الحكومة التركية خلال الفترة الماضية، ولكن ما نشاهده من إعادة لاجئين استطاعها كبيرة. طيب أستاذ طه، ما نشاهده من إعادة لاجئين لم تكن يعني إعادة طوعية. أستاذ بسام، لديك حالات كثيرة ترصدها أنت عن إجبار بعض السوريين من الداخل التركي على العودة؟ يعني شوف، يعني يكون واقعيين أكثر، يعني نحن في سوريا في تركيا الأرقام بين 3.5 إلى 4 مليون سوري في تركيا، يعني الرقم دقيق فعلا غير، لا أعرف الرقم الدقيق. عدد أشخاص الذي تم ترحيلهم هو بالمئات، الرقم كبير كحالة إنسانية، ولكن كحالة عامة مقارنة بالثلاثة مليون يعني هو أقل من 1 من 10,000. حالة إنسانية لا نستطيع إخفالها، حالة رقمية هي رقم ليس كبير. المسؤولين الأتراك مرة أخرى الذين يعني عاليين المستوى الذين التقينا معهم الأسبوع الماضي هنا كانوا يقولون بأن نسبة النمو الشعب التركي هي 1% من أقل نمو في أوروبا أو في العالم. بدون العمالة السورية لن يكون هناك اقتصاد تركي قادر على الإنتاج. حالة ألمانيا، نرجع موضوع الحالة الألمانية، السوري الذي أتى إلى تركيا عمره 10 سنين، اليوم صار عمره 20 سنة، صار تركي حتى بدون جنسية. فبالتالي الوجود السوري في تركيا هو حالة اقتصادية استراتيجية تركية. ما القرارات التي ستصدر هي تنظيم هذا النوع من العمل. ولكن مرة أخرى في هناك تحفيز كبير ضد اللاجئين، وضع كل مشاكل تركيا على اللاجئين، إذا قطعت المي اللاجئين، إذا انخفضت العملة اللاجئين، فبالتالي أصبحت هي قضية داخلية سياسية وليست قضية عقلانية بالطريقة التعاطي. فالتركي يدرك تماما ماذا يقوم به، يدرك عودتهم ستكون مضرة له كما تفضلت حضرتك. تركيا تأخذ سؤال أخير فقط أستاذ بسام، 6 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين، يعني هؤلاء ليسوا حتى على كلفة الحكومة التركية، إضافة أن سوريا يعني يستثمر في الاقتصاد التركي بين 3 إلى 4 مليار دولار كل سنة. طيب. فعملية الوجود السوري في تركيا يعطي 11 مليار دولار. طيب أستاذ طه، سريعا بنصف دقيقة إذا استطعت، إلى أي حد لعبت دورا كبيرا هكام فيدان في مسألة تقريب وجهات النظر، باعتبار الرجل زار سوريا أكثر من مرة والتقى المسؤولين السوريين أكثر من مرة؟ يعني من دون شك أعتقد يعني حكام فيدان هو كان مسؤول الأمن، مسؤول المخابرات في تركيا، وكان هو متسلم زمام هذا الملف خلال السنوات الماضية. هو لعب دور كبير وخاصة بعد التنسيق مع دول عربية من أجل تفعيل هذا المسار الذي تحدث عنه اليوم خلال المؤتمر الصحفي هنا في إسطنبول، بأنه على دارية تماما في هذا الملف منذ تقريبا أكثر من عقد من الزمن. شكرا جزيلا لكما، من اسطنبول مستشار الحدث للشؤون التركية الأستاذ طه عودة أوغلو، ومن واشنطن أشكر الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية هناك بسام برابندي. وسط حديث عن مقترحات أممية لحوار مقبل حول الملف الاقتصادي وتصعيد حوثي في الجبهات والبحر الأحمر، تمضي الأزمة اليمنية إلى غموض وتعقيدات وسط طبول تقرع لعودة الحرب، ومع أخفاق محادثات الأسرى في مسقط وتوتر الأجواء مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني والتشديد مع البنوك في صنعاء، سارع المبعوث الأممي إلى توجيه دعوة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لعقد مفاوضات حول الملف الاقتصادي في الأردن نهاية الشهر الجاري أو مطلع أغسطس. المعركة الاقتصادية لا تقل عن المعركة العسكرية، وقرارة البنك هي الحل الوحيد للقضاء على الميليشيات الحوثية. ما يسعى إليه المبعوث الأممي من ضغط هو الإنقاذ الميليشيات الحوثية. نحن نريد أن نرسل 1000 من المارب يوصل صنعاء 1000. نحن نريد توحيد العملة.
لا نوافق على التراجع، نريد تثبيت القرار وتنفيذه في أقرب وقت، رغم جراحنا ورغم ارتفاع الصرف، ولكننا نؤيد هذا القرار. نريد من الأمم المتحدة ومن 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 مندوب الأمين العام أن يكون يوم واحد في صف الشعب اليمني، وأن يكون في صف هذه القرارات التي تخدم الشعب والتي توحد الاقتصاد والتي توحد العملة. لماذا يقفون في وجه في 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 وجه هذه القرارات التي تخدم الشعب؟ نحن هنا سنقف بين الشمس وبين حرارة الشمس حتى تمر هذه القرارات. اليوم لا تستطيع المنظمات الإنسانية داخل صنعاء تعمل بحرية ولا بتنسيق، ولا حتى الأمم المتحدة. اليوم عشرات، أكثر من عشرات الموظفين لدى الأمم المتحدة ولدى مكتب مبعوث الأمم المتحدة في سجون الحوثي، واليوم مبعوث الأمم المتحدة ينادي بأنه هناك سيكون تدمير للاقتصاد اليمني. التدمير للاقتصاد اليمني اليوم يأتي من قرارات العبث الحوثية التي تمارس ضد الجوانب الإنسانية في صنعاء. الحوثي هو المحاصر للشعب اليمني، نحن مع الشعب اليمني، نحن مع المواطنين في الداخل، نحن خرجنا من هنا من أجل المواطن اليمني الذي في الداخل وليس الذي هنا في المناطق المحررة. لابد من تنفيذ قرارات البنك المركزي لما لها أهمية في توحيد العملة، لما لها أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لما لها أهمية في كل شيء. ترعن الحوثي في الساحل الغربي. الآن المبعوث الأممي أتى لإنقاذ الحوثي للمرة الثالثة والرابعة. نرفض أي تراجع، الموت أو القرارات. نمشوا إصابة دولار بمليار، إصابة دولار بمليار صامدي. المواطن اليمني قد تعب، قد أرهقوا الجوع والمرض والجوع ورفع الأسعار. نطالب من رئيس الوزراء ومن الحكومة ومن قادتنا السياسية ألا يرضخوا لأي قرارات أو لأي ضغوطات أممية. بحسب المصادر فإن مفاوضات عمان ستتركز على عدد من المحاور في الملف الاقتصادي، أهمها إنهاء الانقسام النقدي وتحييد القطاع المصرفي وإعادة تصدير النفط ودفع مرتبات الموظفين، إضافة إلى ملف طيران اليمنية. مجلس القيادة الرئاسي أكد تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بينما ترى ميليشيات الحوثي ضرورة الحصول على ضمانات مسبقة بفتح مطار صنعاء وبقاء المقر الرئيس للخطوط اليمنية في صنعاء، أيضا بالإضافة إلى تنفيذ التفاهمات التي حصلت عليها في خارطة الطريق. تأتي هذه التطورات وسط ضغوط أممية على الشرعية لتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حول البنوك في صنعاء والقطاع المصرفي لإنجاح الحوار الاقتصادي. إذن في اليمن نبقى، يقول مراقبون أن المفاوضات سواء السياسية أو الاقتصادية مع الميليشيات لا هدف منها بالنسبة للحوثي إلا كسب المزيد من الوقت، بينما تواصل الميليشيات التصعيد العسكري في جبهات مأرب والساحل الغربي والتعز، ويعلن الحوثي عن صواريخ باليستية جديدة تدخل الخدمة. في الوقت ذاته واصل الحوثي تصعيده في المياه الدولية في البحر الأحمر وكذلك المحيط الهندي، مستهدفا حركة الملاحة الدولية لتحقيق مكاسب سياسية. ولا يقف الأمر عند هذا، فقد كشفت وسائل إعلام عراقية عن فتح مكتب للحوثي في بغداد لتعزيز التعاون والتنسيق مع فصائل الحشد الشعبي العراقي، كما أعلن عن غرفة عمليات مشتركة للتنسيق العسكري خصوصا تجاه الهجمات على السفن. بالإضافة إلى أن مصادر تتحدث عن أن الهدف من إنشاء مكتب التنسيق الحوثي لا يقف عند التنسيق العسكري، بل يتجاوز ذلك ليكون قناة لجلب الأموال إلى الميليشيات، فيما تتحدث تقارير صحفية عن انتقال عمليات النهب الحوثي من الأراضي اليمنية إلى العراقية. إذن نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيوفنا من القاهرة، الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، ومن القاهرة كذلك ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد السلام الأثوري. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ عبد الستار، تصعيد نشهده مؤخرا من قبل الحوثيين وتهديد هنا وهناك، ماذا يريدون؟ يعني هل يشعرون بأن الوضع الاقتصادي بات خانقا مثلا، وبالتالي هم يبحثون عن فرصة لتقوية تفاوضهم مع الحكومة الشرعية؟ بعد التحية لك وللضيف وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. الحوثي بدأ يشعر أن الشرعية ولأول مرة
تتخذ خطوات حازمة حقيقية تأخر طويلا اتخاذها. الحوثي لم يكن قويا بهذه الكلية لولا فراغات وقرارات لم تتخذها الشرعية، منها اقتصادية وسياسية في السنوات التي خلت. هناك تحسن في أداء الشرعية كبير. هذا التحسن بدأ يستخدم أوراق ضغط، هناك أوراق ضغط كبيرة الشرعية ملقي بها على الجانب ولم تستخدمها، منها القوة الشعبية، منها أوراق اقتصادية، منها أوراق أمنية. الحوثي شعر أنه الآن بالفعل تحاول السلطة أو الدولة استعادة مكانتها، أدواتها الحقيقية كدولة، وهذا لا يرضيه. هذا وهي لم تقترب حتى اللحظة من قطاع الاتصالات أستاذ عبد الستار، أليس كذلك؟ وليس قطاع الاتصالات فقط، أنا أؤكد لك لو هناك يعني متسع من الوقت، هناك 11 نقطة في قضايا متعددة يمكن أن تجعل الحوثي معزولا، لكن النقطة الأهم الآن أن مجلس القيادة وأن الشرعية وقبله الشعب اليمني الحاضنة وصلوا إلى قناعة كبرى وخط عريض مفاده أننا لن ننتصر كيمنيين، لن ننتصر إلا إذا خضنا هذه المعركة إلى نهايتها وبكل الأدوات، بغير ذلك نحن لا نواجه الحوثي، الحوثي قشة، إنما نواجه مشروع له أدوات. سأتوقف عند هذه النقاط، له سطوة، له خبراء. طيب أريد أن أستمع إلى النقاط التسع هذه التي تجعل الحوثي يعني أكثر ضيقا يا أستاذ عبد الستار، سأتي إليك بعد قليل. أستاذ عبد السلام مرحبا بك، تستطيع أن تفهمنا الحركة التي أتت عليها الحكومة الشرعية فيما يخص البنك المركزي، كيف ستؤثر على عمل الحوثيين في الداخل على العملة، وبالتالي هم الآن بدأوا يرفعون الصوت؟ مساء الخير. مساء النور. طبيعي أن القرار والإجراء إذا تم تنفيذه بالشكل الذي تذهب إليه الشرعية عبر البنك المركزي في سحب منظومة القطاع المصرفي ومراكز القطاع المصرفي إلى عدن، سيفضي الأمر فيما بعد إلى توقف كل التحويلات الخارجية، سواء المساعدات الدولية التي تذهب مباشرة إلى المناطق الحوثي والتي تمر أساسا عبر هذه البنوك، هناك أكثر من 100 مليون دولار شهريا تدخل إلى هذه البنوك والتي تتحول فيما بعد إلى رصيد للعملة الصعبة في مناطق الحوثي، أيضا التحويلات الأخرى التي تأتي 100 مليون دولار أستاذ عبد السلام بشكل تصل إلى المصرف المركزي. نعم، في صنعاء تصل إلى منظومة البنوك التي مفتوحة أيضا يعني حسابات للمنظمات الدولية من خلال بعض البنوك الموجودة في صنعاء والتي تأتي كمساعدات خارجية التي تمول فيها المشروعات الإنسانية ومشروعات اجتماعية ومساعدات مختلفة وما إلى ذلك، شهريا بحدود 100 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جدا يعزز من ثقل قدرات الحركة الحوثية واقتصادها المحلي واقتصادها الذي يعزز في الأخير أن لديها لجنة مدفوعات قادرة على تمويل الاعتمادات الخارجية المختلفة، وبالتالي هذا يعني هذا الوضع إذا تم تجريد الحوثي وسحب هذه الأدوات من سيطرة الحوثي سيصبح مكشوف من حيث قدرته المالية وما إلى ذلك، وهو يصيح لهذه النقطة أكثر من مسألة التحويلات الخارجية الآتية من المغتربين وما إلى ذلك. سنأتي كذلك أستاذ عبد السلام خارجيا هي طيب سنأتي أيضا على نقطة بأن نعم. يعني وإن كانت هذه التحويلات من منظمات وغير ذلك، ولكن هو لا يتعامل مع الخارج بشكل كبير، ولا الخارج يتعامل معه بشكل يعني ثنائي على أنه الحكومة الشرعية أو غير ذلك، حتى وإن سوق لنفسه عند بعض الدول. أستاذ عبد الستار، النقاط التي بالفعل يمكن أن تجعل من الحوثي في 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 خانة يمكن أن يعض أصابعه، حتى اللحظة يبدو بأن الأمور لم تستخدم، لم تصل إلى يعني غير مسألة الحسم العسكري وغير ذلك، ما هي هذه النقاط؟ نعم،
لا شك أن هناك نقاط كثيرة يمكن أن نسرد بعضها بما يتناسب مع وقت البرنامج. تفضل. مثلا المرصد الملاحي، لابد عزل المرصد الملاحي الذي يستطيع الحوثي الآن أن يستخدم كل الأدوات، وقطعه على الحوثي تماما، وهذا سيعزل الحوثي في الجوانب العسكرية. اثنين، تنشيط ميناء الحديدة والمخا فقط، والاتفاق مع التجار بأن هذا هو الأماكن التي يمكن يأتي إليها التجارة اليمنية، والاتفاق مع السفن التي تأتي إلى ميناء الحديدة والشركات على مبادئ دخولها ورسومها. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، تغيير المركز الطبيعي للاتصالات لشركات الاتصالات كما حصل في شركات الطيران. نقطة رابعة، المؤسسات المركزية اليمنية، لا زال هناك عدد من المراكز الرسمية اليمنية، السنتر والمركز فيها في صنعاء. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، الاتفاق مع المنظمات الدولية والهيئات الدولية عبر مجلس تنسيق يتبع الحكومة الشرعية، أن كل ما يأتي إلى اليمن من مال ومن مساعدات يأتي عبر نافذة واحدة هي نافذة الشرعية، وتصب المبالغ هذه في البنك المركزي ولا يصب في صنعاء. هذه خمس نقاط. في هناك نقاط أيضا أعتقد أنها الآن بدأت تدرس كما حصل في موضوع نقل الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن. الحكومة لديها خارطة طويلة من الضغوط ومن الأوراق، لأن هي الشرعية إذا عزلت ناهيك عن الأوراق العسكرية، وهي الانسحاب أو التلويح بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم، لأنه سقط معنى ومبنى. هذه النقاط هي قوس الخلاص وهي قليلة، وهناك نقاط أخرى ما لم تتخذها الحكومة، تأخرت منذ خمس سنين. سنبقى نجادل على هذه النقطة الآن، والمبعوث الأممي يحاول أن النقد الأجنبي والحاضنة الشعبية إذا تم التراجع عليها سوف تنفر من الشرعية تماما. النقد الأجنبي والثقل الاقتصادي في الداخل وفي المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا أستاذ عبد السلام الآثوري، ومسألة الذهاب والإياب، يعني هذا النقد كيف يصلها بعيدا عن الخط الذي تحدثت لي عنه قبل قليل، مسألة التحويلات وغير ذلك، هل ثمت خطوط غير شرعية من الممكن أن يصل الدولار إلى الداخل ومن الممكن أن يذهب إلى الخارج وهكذا؟ طبعا بالنسبة للمساعدات الخارجية التي تأتي عبر المنظمات اللي هي تتعامل مباشرة عبر البنوك المحلية، وتتعامل عبر تحويلات هذه المبالغ التي ترصدها مباشرة كمساعدات لليمن وبالتالي للمناطق وهي ذات الكثافة السكانية في مناطق الحوثي، هي تذهب بالدرجة الأولى عبر يعني حسابات لهذه المنظمات، وبالتالي تحولها فيما بعد إلى أنشطة داخلية. هو في الأخير هذه البنوك خاضعة لسيطرة البنك المركزي في صنعاء، وهو في الأخير يسيطر على حركة النقد الخارجي، وبالتالي هو الذي يعمل المصارفة لهذه الأموال مباشرة ويأخذها، يعني يأخذها كعملة صعبة ويحولها إلى عملة محلية. الأمر الذي كنا سابقا نحن نقترحه بشكل أساسي بأنه هذه المساعدات الخارجية، وخاصة أن أغلب المساعدات الخارجية والدعم الخارجي التي يذهب أساسا في الجانب الإنساني تدفع يعني دول التحالف الذي كانت يعني داعمة أساسا للشرعية. كنا نقول أن هذه الأموال بالدرجة الأولى كان يجب أن تصارف عبر البنك المركزي الشرعي، وبالتالي تحول المصارفة من خلال البنك المركزي الشرعي، وتحول تلك الأموال إلى المنظمات الداخلية بإطار البرامج المتعلقة بالدعم الإنساني والجوانب الإنسانية التي محددة ضمن البرامج المنظمات. هذا الأمر للأسف الشديد لم تقم الشرعية باستيعاب هذه القضية، وتجاهلت بشكل كبير جدا، وبالتالي لم تضغط ولم تتعامل بشكل، لأنها كانت في فترة من الفترات هناك إيراد يأتيها مباشرة من خلال النفط وتأتي لها بعض المساعدات المختلفة من دول التحالف، وكانت لا تعي خطورة استمرار الوضع على ما هي عليه بتقوية الجانب الآخر. ويعني قوة الحوثي أيضا جاءت من خلال أيضا تساهل الشرعية وحكومة الشرعية طوال الثمان السنوات الماضية، وهذا الذي جعل كل الإيرادات تصب الخارجية تصب بأغلبها إلى مسارها في مناطق الحوثي أكثر من مناطق يعتمدون الشرعية. على هذه الإيرادات بشكل كبير بمعنى القطاع الاتصالات أستاذ الأثوري يعتمدون، يعني هذه العائدات إلى أي حد بالفعل هم بحاجة إليها؟
طبعا تتعرف أن شركات الاتصالات هي أهم الموارد الأساسية التي أيضا تحقق إيرادات كبيرة جدا لمالية اقتصادية، عداك عن مسألة الأمن ومراقبة الخطوط وغير ذلك. عند الأمر المراقبة، وربما هذه من القضايا الحساسة التي كنا نطرحها بشكل أساسي ورئيسي طوال الفترة الماضية، لكن احنا أدركنا أن هناك عبث حقيقي كان داخل، وهناك اختراقات حوثية داخل مؤسسات الشرعية وفي أعلى يعني مواقع الشرعية، هناك اختراقات كبيرة جدا. كانت هناك إتاوة تذهب إلى بعض أفراد الشرعية وإلى يعني المتنفذين داخل الشرعية، تأتي لهم إتاوات من الحوثي، مما جعل قطاع الاتصالات مستمر للعمل لدى الميليشيات. هناك كان في منع لبعض الشركات أن تنتقل إلى المناطق المحررة، وهذا أيضا كان جزء من يعني من المشاكل الكبيرة جدا والمخاطر الكبيرة جدا اللي ترتب عليها بقاء الاتصالات وبقاء مصادرها القوية بيد الحوثي. طيب ماذا عن افتتاح المكتب في بغداد أستاذ عبد الستار؟ يعني هم كانوا يبحثون عن موطأ قدم لهم سواء في سوريا، في دمشق، أو في لبنان، أو في العراق. طردوا من 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 سوريا، من العاصمة السورية. الآن على ما يبدو بأن لديهم مكتب أو مكيتب في 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 بغداد برعاية ميليشيات. ما طبيعة هذا المكتب ومن رعاه؟ نعم، هناك مكتبين للجماعة الحوثية، مكتب في الصومال ومكتب في بغداد ومكتب في أريتريا. المكتب في أريتريا تنسيقي وهو قديم، وكان مختص بموضوع التدريب، حيث أن الإيرانيين يملكون في جزيرة دهلوك 3 مراكز تدريب، كان الحوثي هو أكثر من يأتي إليها. ما يتعلق بمكتب الصومال، هناك شركة مالية كبيرة تختص بموضوع التهريب، تهريب المخدرات، المشتقات النفطية، السلاح عبر زوارق صيد، وهذه الشركة أنشئت منذ 2017، وهي يشرف عليها ناس إيرانيين وأيضا حوثيين وصوماليين، وهي شركة كبرى لديها زوارق صيد ولديها أدوات ولديها تجارة كبرى في موضوع التهريب. ومن ضمن التهريب هو شذرات أو مخلفات اليورانيوم من أحد الولايات الصومالية إلى إيران. أما مكتب العراق فهو جزء من التنسيق الإيراني لهذه الجماعات فيما يسمى وحدة الساحات. هذا الدور هو تبادل الخبرات العسكرية، الثقافية، الأنشطة، الدعاية الإعلامية، جزء تحاول إيران من خلاله أن توحد بين مصداتها. نظرية المصدات هي في قلب الرؤية الاستراتيجية الإيرانية، وكل هذه التحركات يعني الحوثي أو العراق، هذه المصدات هي مسرح دمى، وعبد الملك الحوثي لا يتحرك كما يتوقع الناس بنفسه، يعني هو بحاجة دائما لخامنئي لكي يوقفه على رجليه، وبحاجة إلى نصر الله لكي يعظه وقت اللزوم. ولذلك هذا جزء مما يسمى وحدة الساحات، وحدة الاستراتيجية والقتال لتحقيق استراتيجية كبيرة. شكرا جزيلا لكما، من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، وكذلك من القاهرة أشكر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد السلام الأثوري. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام الساعة الثانية من 19، بعد قليل ساعتان إخباريتان مفصلتان اصطحبكم بهما زميلي أحمد فارس. دمتم بخير.